من الطرائف في يوم من الأيام اتصل بي شخص وقال لي معاك محمد شمس الدين. شمس الدين عندنا عائلة في الكويت, قال لهم شمس الدين وهي عائلة سنية. فاتصل علي هذا قال معاك محمد شمس الدين, قلت حياك الله. قال أنا الصراحة يعني استمعت إلى مناظرتك مع عصام العماد وكذا, فقلت لا أنا نعم وكان مزعجا أشتكي له, أقول له كان مزعجا وكذا, وقلت له من ضمن الكلام يعني أن الشيعة إلى الآن ما وجدت فيهم رجلا صادقا وكذا, أقول له أنا هذا كلام. فقال لي ترى أنا صحيح شيعي, بس أنا شيعي من أصحاب الأوحد ولست من أصحاب هذا. يوم قال شيعي ضاق صدري, قلت أنا قاعد أكلم على أنه سني هذا الرجل. فقال لي أنا شيعي لكن أنا من أتباع الأوحد, يعني من حسة. فقال من أتباع الأوحد وكذا. قلت إيه شيعي أنت؟ قال نعم. قلت إيه طيب اشتأمرني اشتأمر اشتبي. فقال أبدا لكن أنا جايك من طرف الدكتور علاء الدين القزويني. قلت طيب آمر. قال يسلم عليك الدكتور علاء الدين القزويني ويطلب مناظرتك, يريد أن يناظرك. قلت له والله علاء الدين القزويني هذا ولد أمير القزويني؟ قال لي نعم هذا ولد أمير القزويني. قلت ولين. طيب شو المطلوب؟ قال يريد أن يناظرك. قلت وأن تعرف هذا الرجل علاء الدين القزويني؟ قال هذا رجل ثقة 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 بإجماع علماء الشيعة, وأنا أجيب لك تزكيته يعني من كل مراجع الشيعة. قلت له كل مراجع الشيعة؟ قال كل مراجع الشيعة. قلت أصولي شيخي إخباري؟ قال كلهم يزكون هذا الرجل, بس حنا نريد أن نسجلها فيديو وجماهيرية وفيديو وتلفزيون. قلت من يسمح لك؟ ما في دولة تسمح أن تقام مناظرات بهذه الطريقة جماهيرية وفيديو وتلفزيون, ما حد يسمح. أنت تتكلم بعقل ولا تتمنى أمنيات؟ قال لا إن شاء الله تصير وأنا أرتبها إن شاء الله تعالى, المهم أنت وافق بس. قلت والله إذا كان هذا الرجل ثقة ولا يكذب ولا كذا أنا ما عندي مانع ناظر عقلاء الشيعة, لكن أنا الآن بلاني يلا بعاقة هو هذا عصام العماد, فخلى انتهي منه إن شاء الله تعالى, إذا انتهيت منه أناظرها. قال لا ليش ما تبدأ بالاثنين مع بعض, تأخذ عصام وتأخذ علاء الدين؟ قلت له آسف آسف. قال ليش؟ قلت ما أستطيع, أتفضلك ولا أتفضل, أتفضل أهلي ولا أتفضل دروسي أو لعملي, ما هو صحيح هذا الكلام. أنتهي من هذا ثم نبدأ بذاك, مو معقولة كلكم تبدأون مع بعض. قال ما في مانع. قلت لا في مانع, أنت ما عندك مانع, أنا عندي, أنا اللي بناظر مو أنت, فانتظر لما ننتهي من هذا ونبدأ بذلك. قال لا هذا أهم وهذا. قلت له هذا أهم؟ قال نعم. قلت له خلاص خل اسمع عصام العماد يعتزل ينسحب ويجي هذا مكانه, أنا ما عندي مانع. قال أه سهلة هذه. قلت شو سهل؟ قال خلاص بات نكلم عصام العماد خليه ينسحب وهذا يجي مكانه, لأن هذا عصام العماد فعلا سيء وكذا. قلت ما شاء الله أنت قوي, تستطيع تعزل عصام العماد بهذه السهولة وتحط هذا مكانه على طول؟ قال نعم. قلت والله أنا ما أعرفك على كل حال, لكن أنا ما عندي مانع من حيث المبدأ, شيل هذا وخلي يجي هذا مكانه, ما عندي أي مانع, يعني أي أحد يجي, يعني ماكو مشكلة, تبي الخميني تخوي أي واحد, ما عندي أي مانع, أنا اللي يجي حياه الله يجي ونناقشه ما عندنا مشكلة. المهم لما جي الأسبوع القادم ولا فعلا جايين يعلنون أن الكوراني يريد أيضا يناظرني, قالوا الكوراني يريد مناظرتك أيضا. قلت ما في مانع يجي الكوراني, خلاص يلا يطلع عصام العماد يجي الكوراني, خلص الكوراني يجي علاء الدين, تصفوا دور ما عندي مانع, خلي يجي الكوراني ما في أي مانع. قالوا لا الكوراني يوم والعصام العماد يوم. قلت لا ما هو صح الكلام هذا, ما هو صحيح أبدا, أناظر واحد فقط ينسحب عصام العماد ويجي الكوراني مكانه, ما عندي أي مانع, أو ينسحب ويجي على أي واحد, المهم أنه ما ناظر أكثر من واحد في وقت واحد. الشاهد
أنه قالوا خلاص إذا الكوراني ينتظر. وعصام العماد قالوا يستمر، قلنا يستمر، فاستمر الأمر مع عصام العماد. هذا محمد شمس الدين اتصل علي قال لي ها ايش صار؟ قلت ايش صار عندك؟ ايش صار؟ قال زين ايش رأيك نعمل جلسة تعارف أولى قبل المناظرة، نعمل جلسة تعارف بينك وبين علاء الدين القزويني، وبعدين إن شاء الله تكون المناظرة حدد وقتها إن شاء الله تعالى. قلت لا ما في معنى، خلنا نشوفك أول شيء أنت ويصير خير. قال خلاص وين مكانك؟ قلت له المكان الفلاني. المهم عطيته موعد جانب المسجد، هذا أنت يا محمد شمس الدين. فجاءني المسجد ومعه شخص آخر ما أعرفه الآن ما أذكر اسمه، كان عندنا درس أذكر، فحضر حتى الدرس معنا، وبعد الدرس جايب معه 9 كتب كلها مؤلفات علاء الدين القزويني، ولا فيها ان اهداء لي من علاء الدين القزويني. فقلت لهذا محمد شمس الدين، قلت له هذه كتب علاء الدين القزويني؟ قال نعم. قلت طيب علاء الدين القزويني انت تعرفه جيدا؟ قال نعم. قلت يعني رجل ثقه؟ قال طبعا ثقه. قلت انا الرجل ما اعرفه ما ادري اتكلم فيه، لكن ابوه كذاب. قلت له ابوه كذاب، ابوه صاحب كتاب الصواعق المحرقه، نقد الصواعق المحرقه، كذاب، بس الولد ما اعرفه، اخاف انه كذاب مثل ابيه. قال لا ثقه ثقه ثقه. قلت واذا طلع كذاب؟ قال نعم. قلت واذا طلع كذاب؟ انا ليه ما شفت واحد ثقه، اذا طلع كذاب شلون؟ قال لا اذا طلع كذاب. قلت اذا طلع كذاب؟ قال إذا طلع كذاب أنا أسقط عدالته. قلت نعم تسقط عدالته؟ قال نعم. قلت كيف تسقط عدالته؟ قال أسقط عدالته. قلت ما شاء الله أنت قوي، يعني تستطيع أن تسقط عدالته هكذا قوي؟ قال لي أسقط عدالته وتشوف. قلت له والله ما أنت سهل، أنت أنا ما أعرفك، لكن الأمر إليك، ما في مانع أسقط عدالته إذا طلع كذاب. ليه؟ هذه كتبة؟ ولا يقول نعم. وقاعدين الشباب طبعا كان بعد الدرس مباشرة، أنا طالع الكتب بس العناوين، عناوين الكتب، فمن ضمن عناوين الكتب التي أرسلها كتاب عنوانه غلاف الكتاب الخارجي، الغلاف الخارجي عن جابر، أظن اسم الكتاب العترة أو شيء، كتاب العترة أو شيء، قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، رواه مسلم. هذا غلاف الكتاب. فقلت لحظة أخ محمد لحظة لحظة. قال نعم. قلت هذا الغلاف كذب. قال نعم. قلت الغلاف كذب، الغلاف الكتاب، غلاف الكتاب كذب. قال كيف؟ قلت هذا حديث ما هو موجود في مسلم. قال نعم. قلت له ما هو موجود في مسلم، ما قال رواه مسلم؟ قال نعم. قلت له مو موجود في مسلم. قال من صدقك؟ قلت له هذا صحيح مسلم أمامك، إذا أخرجت لي هذا الحديث من صحيح مسلم عطني التربة اللي بمخباتك الحين أنا أسجد عليها. قال نعم. قلت له عطني التربة اللي بمخباتك أسجد عليها الآن، طلع لي في مسلم. قال ايش قصدك؟ قلت له قصدي أن صاحبك كذاب. قال اقرأ. قلت له صاحبك كذاب، غلاف الكتاب كذب، حاط على غلاف الكتاب من الأمام حديث نسبه إلى مسلم وليس في مسلم، الغلاف كذب. قال أنا خلت أتأكد من الموضوع وأعطيك خبر. قلت له تأكد من الموضوع. كان هذا الكلام في ذي الحجة، يعني قبل الحج، يعني تقريبا لا كنا رجعنا من الحج أظن، والله أنسيت الآن، كنا رجعنا من الحج أظن، نعم رجعنا من الحج في آخر ذي الحجة. إيه نعم. فقال لي تدري أنت بعد أسبوع أو 5 أيام يبدأ محرم؟ قال لي هكذا نعم. قال لي بعد 5 أيام يبدأ محرم، إن شاء الله بعد محرم بالضبط أنا أجيب لك الجواب، يعني كيف قال هو في مسلم وليس في مسلم، وهل فعلا هو كذاب أو غير كذاب، وهل سأسقط عدالته أو ما أسقط عدالته، الكلام اللي وعد به. فقال لي بعد محرم إن شاء الله أنا أجيك. قلت لا خلص خير، أنا في انتظارك، وعلى قولتهم هذا وجه الضيف. والحين صار لنا دش علينا 7 محرمات، يعني 7 سنة الآن أظن،
والله ما أذكر عصام العماد متى كان، في أي سنة اللي يذكر عصام العماد؟ أظن في سنة 2000 أو شيء، 2003 عصام العماد، 2001 اختلفتم زين شو أنا من مسان ال 2001 كان 2001 أقرب من 2003. لكن على كل حال يعني من ذاك اليوم للحين ما شفته هذا أنت يا محمد شمس الدين، ما رأيته منذ ذلك اليوم. قال لي سأسقط عدالته، وما أدري أسقط عدالته أو لم يسقط عدالته، وماذا صنع به الله أعلم. على كل حال يعني هذه هي التي تمت بيني وبين هذا محمد شمس الدين، واللي يبي يروح يتأكد من هذه المعلومات أظن ما خاب ظني محمد شمس الدين هو صاحب مكتبة الفقيه في شارع عمان عندنا في الكويت، مكتبة قال مكتبة الفقيه، أظن محمد شمس الدين هذا هو صاحب هذه المكتبة. ممكن أن يسأل يعني اللي بيتأكد المعلومة يسأل من شمس الدين. وعلى كل حال كان الحضور كثيرا يعني في درس التفسير لما جاء وقال هذا الكلام. هذا تقريبا زبدة جلستي مع عصام العماد. طبعا هذا ممكن ترجعون لها إن شاء الله تعالى في المناظرة. وأخرجوا كتابا اسمه الزلزال وحرفوا فيه وزادوا ونقصوا في هذا الكتاب والعياذ بالله كذبا وزورا، وحذفوا بعض الكلام، وادعوا أن هذه هي المناظرة. عملهم الله يعني على ما يستحقون، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.